ناخد كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني. كابتن ضياء مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. اخبارك يا كابتن؟ وحشني والله. وانت كمان كل سنه وانت طيب ومصر طيبه والشعب المصري بخير ورمضان كريم يا ريس. يا رب دايما، وكل سنه وحضرتك طيب ويا رب كده بخير. والناس الحقيقه زعلانه قوي يا كابتن. والله كلنا زعلانين واحنا مقدرين زعلهم، واحنا زعلانين اكتر كمان يعني، لان احنا يعني اشتغلنا بشكل كويس واشتغلنا بشكل فيه تعب كبير جدا، ومقدرين حجم الامل والطموح اللي كان موجود، لكن انا بعتقد ان احنا وصلنا للنقطه دي بالشكل ده، وتطلع ضربات الجزاء بالشكل ده، فربنا مش فايق يعني الحمد لله. رايك يا كابتن، يعني هسالك اسئله كتيره جدا، فرصة ان حضرتك معايا ترد على وجهات نظر الناس او وجهات نظر الناس اللي بتقول مثلا، هبتدي من ماتش مصر، ان ماتش مصر كان ممكن ان احنا نلعب بشكل هجومي افضل من كده، كان ممكن بدل الهدف يبقى هدفين وكانت الامور تفرق معانا. هل احنا فعلا لعبنا هنا بشكل دفاعي؟ هل الطريقة بتاعت كيروش فعلا فيها حذر؟ هل دي الامكانيات والقماشة اللي عندنا؟ ما يخص ماتش مصر الاول من وجهة نظر حضرتك. انت عايز قعدة ولا لا يا كابتن؟ في السريع كده. في السريع الحاجات المهمه والكبيره دي تبقاش في السريع. لا، هو في النهايه، في النهايه لازم الناس تقدر ان احنا بنلعب فرقه السنغال ولا المصنف الاول على افريقيا، 6 سنين بقى لهم مستوى ثابت بشكل كبير جدا، فانك تلعب وتكسب واحد، على فكره مكسب واحد ده بدليل انه مكسب كبير جدا ومش سهل، انه احنا لما دخل فينا جون هناك هو ده اللي خلص بيه المباراه، يعني هي دي اللي خلصت بيه المباراه. وبعدين هتخش في الاراء كلها تناقشها زي ما انت عايز، تلعب بحد هجوم، تلعب بحد دفاع، تلعب اصلك متحفظ اصلك مش متحفظ، الاراء هتلاقيها كتير بشكل كبير جدا، لكن في النهايه لازم الناس تبقى عارفه انك لازم تلعب الحاجتين. واحنا وصلنا ان احنا لعبنا الحاجتين، قصدي ان هي الدفاع والهجوم. ممكن انت تبقى شايف ان ده اقل من ده وده ازيد من ده، وهتلاقي في اراء بقى، فالناس فاهمه انه انك بتزود الهجوم بلعيبه معينه، هي نوعيات لعيبه معينه هي دي اللي تعمل الهجوم، او بان يبقى في تعليمات بشكل معين. لكن في النهايه انا بشوف ان نتيجه 1-0 ما كانتش قليله مع في المواعيد الكبيره في المباريات الكبيره جدا، دليل ان الماتشين خلصوا 1-0. هل دي الطريقه المناسبه يا كابتن للقماشه اللي موجوده عندنا، ولا امكانيات لعبتنا ممكن تقدم كوره افضل من كده من وجهه نظرك؟ يا سيف انت بتناقش سؤال ما يتقالش في دقيقه. انا ما قلتش دقيقه يا كابتن. انت صاحب بيت براحتك. معلش. لا لا بص، يعني اصل حكايه تناسب او ما تناسبش دي موضوع ما يتقالش، ما جاوبش تناسب او ما تناسبش، ما اقدرش اجاوبك عليه في التليفون، لان الموضوع متوقف عليه حاجات كتيره جدا، متوقف عليه شكل الكوره، شكل الانديه بتلعب ازاي، شكل اللعيبه متعوده على ايه، شكل الاداء بيبقى عامل ازاي في الطريقه دي او مش في الطريقه دي. فالموضوع مش انا اقول لك اه تناسبنا، وانا لازم اقول لك تناسبنا، لان طالما الراجل عمل كده واحنا معاه قلبا وقالبا يعني، فاحنا هو شاف ان هي الطريقه 4-3-3 هي اللي تناسبنا، وشايف العناصر اللي بيعتمد عليها سواء في الاساسيين او في التغيير هي اللي تناسبنا. ممكن التوقيتات تختلف، ممكن احتاج سيف النهارده ما احتاجوش في اللي جاي، او احتاجه في اللي جاي ما احتاجوش النهارده، لكن هو شايف انه واحنا شايفين معاه انه 4-3-3 من الطرق المناسبه لاداء فرقنا. هل يا كابتن الغيابات والاصابات اثرت معاكم بشكل كبير، ولا البديل كان على نفس المستوى؟ طبعا الغيابات من اول يوم احنا استلمنا فيه. الغيابات خصوصا انت بتغيب منك 8 سيرت باكات او 8 مدافعين، وبعدين بتعتمد على التاسع، رقم 9، بتروح تدور وبتجيب رقم 9. فعندك طبعا غيابات من اول يوم في بطوله افريقيا، من بدايه اكرم، وبعدين وينش وفتوح اول ماتشين او اول ماتش، وبعد كده حجازي، وبعد كده
بيروح منك الونش وبعد كده منعم. لا طبعا عندنا طبعا حاجات مؤثره بشكل كبير جدا، نادرا لما تحصل، لكن اثرت بشكل كبير جدا جدا، ان 8 مدافعين يغيبوا بشكل كبير. يعني بشوفكم الحقيقه كجهاز فني، كجهاز معاون مظلوم، احيانا يقولوا ان انتوا الراجل ما بياخدش برايكم وهو رايه لوحده، واحيانا يقولوا ان انتوا اللي رحت جبتوا رامي ربيعه وقلت الراجل خد رامي ده كويس، وانا قلت كده على الهوا. مش ممكن يعني القصه، طبعا احنا فاهمين القصه دي، حتى دلوقتي تلاقي مثلا الناس مش مشغوله، بعض الناس طبعا مش منشغلين بان كروش يقعد او ما يقعدش، او الاتحاد اتحاد الكوره شايف انه عايز يقعد يتناقش معاه في حاجات في، لا بقى الاقي بعض الناس منشغله جدا موقف الجهاز المعاون وموقف، يا عم خليك في الكبير الاول، سيبك خليك في الكبير الاهم، واما موقف الجهاز المعاون مش واضح الجهاز ما. فالحاجات دي طبعا عاديه، لكن انا نفسي ان احنا نفسي نتناقش بطريقه تكون فيها مصلحه البلد. يعني انت لما تيجي تناقش 6 شهور اللي الراجل اشتغلهم او الجهاز اشتغلهم، لازم تبقى في تقييم فعلي، تقييم استلم امتى والوضع كان عامل ازاي والمنافسات كانت قد ايه في 6 شهور، اللي هي كتيره جدا على منتخب. احنا لعبنا 20 مباراه في 6 شهور، ده كتير جدا على اي ناشونال تيم، على اي منتخب يعني. وبعد كده تقيم زي ما انت عايز الفتره السابقه والفتره اللي قبل كده، تقيم كل حاجه، الرانكينج انت كنت فين وبقيت فين، هل في لعيبه ظهرت وبقت على الساحه بشكل كويس، واصل نهائي في المناسبتين برغم الظروف الكبيره. وبعد كده منها بقى تبتدي تخش على الكوره وتبقى في تغيير حقيقي، وده اللي انا لامسه من الاتحاد، انه هيبقى في تغيير حقيقي في النواحي الاداريه والفنيه بالشكل ده. انا لامس ده لانه احنا واحنا مسافرين كابتن حازم قعد معانا وكابتن بركات والاستاذ جمال، يعني انا لامس انه هيبقى في عايزين يعملوا تطور كبير في حاجات كتيره جدا. اتمنى انه انتوا تساعدوهم كاعلام، لانه في الصالح، وعمر ما العمليات الاصلاحيه بتعجب كل الناس. صح. العمليات الاصلاحيه عمرها ما بتعجب كل الناس، وهتلاقي في مقاومه، وهتلاقي في حد يقول لك لا دي وش معنى دي، ولا دي وش معنى دي، ولا دي وش معنى دي، لكن انت ادرس حاجتك بشكل كويس وشوف الحاجات الاصلاحيه بشكل كبير واعملها، وعمرها ما هترضي كل الناس. صح. فانا بقى بتمنى انه تقييم الفتره يبقى بشكل موضوعي، تقييم الفتره، ولازم لما نقيم حاجه سيف نشوف مضادها ايه اللي اتعمل عشان نوصل للحته دي. يعني هو واضح، يعني هو واضح يا كابتن ان تقييم اتحاد الكوره تقييم موضوعي، بدليل ان هو ما قبلش مثلا اعتذار الراجل وخلاص، واضح ان في احتماليه لا ان الجهاز يستمر. لا انا بقول لك انا لمست ده. انا بتكلم على عمليه تطوير الكوره، مش قصدي وجود كروش او جهازه او عدم وجوده. انا اتمنى في وجوده او في عدم وجوده ان يكون في تطوير فعلي المره دي بقى. يعني الموضوع بتاع الملاعب، موضوع عدد الانديه، موضوع الاجانب، وكل الحاجات دي اتناقشت. هو الراجل طلب فعلا في موضوع عدد الانديه ده يا كابتن؟ اتكلم فيه فعلا؟ لا، احنا كنا مع بعض امبارح، وكنا مع بعض من 3 ايام بنتقابل على يعني امبارح فترانين مع بعض، لكن ما بنتكلمش ما بيقولش هو قال ايه وعمل ايه يعني، او ما بيقولش، لكن هو احنا من خلال شغلنا بنتكلم في القصه دي، اللي هو احنا بنروح الملاعب وبنشوف الماتشات وبنشوف اللعيبه وبنشوف الملاعب وبنشوف الاداء وبنشوف التطور، ففي حاجات كثيره لازم هتساعد في التطور على ال على على ده. يعني انا شفتك بتكلم حد في موضوع الاجانب مثلا. طبعا الموضوع لا يطرح بانه تقليل عدد الاجانب وخلاص، لا خليهم زودهم، بس هم مين الاجانب؟ يعني هم مين؟ يعني انت مثلا هتلاقي مثلا الاجانب في كل فرقه، انت بتجيب انه صف في الاجانب اللي هم يرفعوا الكوره؟ انا عايزهم 10. عايزهم 10 مش 5، بس اجيب انه ليفل. يعني انا مثلا عندي 2 اجانب في النادي الاهلي، جايب اجانب مثلا 2 اعاره منهم. الاجانب مثلا في انديه كتير ما بتلعبش، الزمالك عايز ما في
النادي الاهلي هات لي واحد زي اليو ديانج ده نفس النوعيه، ده يرفع مستوى الكوره، ده يرفع المستوى ويعلي واسامي كتير، عشان ما حدش يقول الاهلي والزمالك مش قصدي يعني، قصدي لما تجيب الاجنبي يبقى ليفل ما لهوش كلام، زودهم بقى زي ما انت عايز، انت واخد بالك؟ مش قصدنا ان احنا، او مش قصد حد يقول الاجانب قللهم، طب ما السعوديه فيها سبعه. انت عايز اليات يا كابتن يعني. السعوديه الدوري السعودي جايب سبع اجانب، والسعوديه وصلت كاس عالم، بس سبع اجانب انه ليفل؟ الليفل الاعلى، فهو موضوع الاجانب لا يناقش، ولو حد قال قلل او زود، لا طبعا كل نادي حر، طالما فتح الاعتراف كل نادي حر. صح. احنا بنتكلم على انك انت بتجيب انه مستوى؟ صح. اللي هو الغالي وما بيلعبش، ولا الرخيص، ولا انه مستوى؟ فهي القصه فيها مناقشات، وتبقى الانديه داخله فيها طبعا. صح. طبعا لازم تبقى الانديه داخله في المناقشات. كابتن، بعض وجهه نظر الناس ان كل جهاز فني ليه ايجابيات وليه سلبيات، شايف حضرتك ان كان الجهاز الفني غير موفق في مساله رامي ربيع؟ لا اطلاقا اطلاقا. بص، هو ال 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 احنا ما بناخدش لعيب غير لما بيتفرض يعني. بيتفرض في تحليل، وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. وبعدين انت زي ما بقول لك، وصلت للمستوى التاسع، وصلت مش المستوى التاسع في مستويات اللعيبه، قصدي في العدد، في الاعداد، الناس اتصابت ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. صح. الاختيارات التاسعه قصدي حضرتك. ممكن تكون احنا حظنا وحش ان رامي لعب واتصاب، فطبعا اتقال عليه انه انتوا اخترتوا رامي ليه، ولو كان لعب اي حد تاني كان هيتقال نفس الكلام. هو بقى له فتره ما بيلعبش يا كابتن، وبقى له فتره اخد اجازه وراجع من اصابه. تمام. كل ده اتناقش واتحط على الترابيزه، وجي رامي اتمرن وشفناه في التمرين عامل ازاي، والراجل قرر، الجهاز قرر. عشان بس ما حد انت حضرتك كنت عايز تقول الراجل وبعد كده قلت الجهاز؟ لا، عشان ليه هيطلع يقول لك، بيقول ببصيها للراجل يعني. هو واحد. يعني هو قرار واحد يا كابتن في مساله رامي؟ طبعا. فانا عايز اي حاجه بتحصل بتشوفها في الملعب بنهائية قرار واحد. في حاجه يا كابتن اسمها حد من الجهاز قال له بص على رامي؟ يعني ايه؟ انا بقول لحضرتك الناس بيقولوا يعني. خد بالك، احنا عندنا اسامي فوق ال 50 واحد قدام في في الورق بتاعنا يعني. فاحنا مع حاجات كده متعلقه كده في الاول، فتلاقي نفسك رحت لده بالطبيعه اللي قدامك يعني، احنا شايفينه قبل كده، فبالطبيعه بتلاقي نفسك رحت في حاجه اسمها بالدور، وفي حاجه بالمستوى، كل الحاجات دي كلها موجوده. فالقرار جماعي، الراجل صاحب الحق والكلمه الاولى، لكن كلنا بنبقى موافقين على الطبيعة. طب هل يا كابتن مستوى السنغال في المباراه الاولى غير حساباتكم شويه؟ يعني حضراتكم كنتوا واخدين جزء معين من اللاعبين او بعض اللاعبين في الدفاع، فالناس كلها توقعت ان حضرتك تجيب البديل يبقى احتياطي، لان انت مختار ناس اوريدي. فهل المباراه الاولى خلت حضراتكم تبصوا ان المباراه الثانيه ربما يكون فيها احتياجات مختلفه؟ لا، ما هو مباراه السنغال احنا مش من المباراه الاولى، ده من النهائي. صح. مظبوط. يعني من النهائي، وهي ساره في اليمين وماني في الشمال، يعني الفرقه ثابته مش من النهائي افريقيا، لا دي ثابته من 5 سنين. فاحنا لا يعني دارسينها على طول الوقت، وبعدين واخدينها على طول ورا بعض في شهر يعني. لا شايفين مفيش حاجه بتتغير، ممكن تتغير في وقت حسب وضع المباراه، حسب المجريات الامور جوه المباراه، مستوى واحد داخل الجيم، الاصابتين اللي بتجي لك فجاه، هي دي الحاجات اللي بتخليك تغير وتحط اولوياتك يعني. عمر مرموش ادى الناتج اللي انتوا كنتوا مستنينه يا كابتن؟ والله انا بشوف انه كل اللعيبه الراجل شكرهم واحنا شكرناهم. ممكن تكون امل ان واحد يدي اكتر، وان واحد يدي، لكن ما فيش حد قصر، كل الناس عملت اللي عليها، كل الناس اجتهدت في الحدود اللي احنا بنقوله او اللي الراجل بيقوله، كله كل واحد نفذ على قد ما يقدر. ما فيش حد ما كانش عنده روح، ما فيش حد ما بخل بحاجه. بشوف انه كل الناس النهارده، مرموش بترشح لجائزه احسن ناشئ في الدوري الالماني، وبعدين جاي له الارسنال وجاي له توتنهام، يعني مرموش من العناصر اللي ظهرت، وكل
الاعلام كان بيشيد بيها، ممكن يكون نزل شويه في حاجه، كلهم بعض الناس وبعض اللعيبه نزلت في ماتش وعليت في ماتش نزلت، لكن اعتقد انهم من العناصر المبشره في المنتخب. يعني انت كان ليك دور كبير يا كابتن في ظهور محمد النني بالذات. محمد النني لاعب ما فيش حد جه مسك منتخب مصر وما جابوش، وده انا بشوف النني لعيب كبير يعني، ولكن احيانا كتير جدا بيكون مستوياته مختلفه والناس دايما بيكون مجال انتقاد للناس. ايه السبب يا كابتن؟ هو زي لعيب، احنا كنا لسه قبلها بنتكلم على مرموش، لكن هو ممكن يبقى في سبوت شويه معمول على حد معين فبيزيد عليه النقد. عنني يعني؟ بيبقى عليه كده السبوت شويه فبيزيد عليه. لكن نني لعيب مهم جدا طبعا، ولعيب اساسي بقاله كام سنه مع منتخب مصر، لازم هتعدي عليه فترات، مش فترات لان ماتشات المنتخب قليله جدا، هو عمل حوالي 6 ماتشات بمستوى 7، هتحسب الماتش الاولاني ماتش نيجيريا 6 ماتشات بمستوى ثابت في بطوله افريقيا، وكنا بنشيد بيه انه من العناصر المهمه اللي عامله توازن. فلا زيه زي اي لعيب بيعلى مستواه، ممكن ما يبقى في مباراه غير موفق. عديت بظروف كتيرة يا كابتن انت مع المنتخبات الوطنية، ماتش مصر والسنغال والاحداث اللي حصلت هناك من تأخير الاتوبيس ومن الجمهور ومن التجاوزات شفتها قبل كده، وهل احنا اللي شفناه ده كان مظبوط؟ انت كنت في الملعب، هل الملعب فعلا الاحداث كان مبالغ فيها من وجهة نظرك؟ بص، كل شيء كان مرتب انه مصر تتحط تحت ضغط بشكل كبير جدا، كل شيء مرتب، حتى قعدة الليزر لو عملت تحليل، وده اللي قاله لنا الراجل من خلال خبراته، قال هتلاقيها كلها في مستوى، قاعدين في مستوى واحد، مش واحد عالي وواحد تحت وواحد فوق، عشان لما تروح لوش اللعيبه مباشره. قاعد في فندق من 60 ل 65 كيلو بعيد عن الملعب، ساعه و10 دقائق رايح وساعه و10 دقائق جاي. الزحمه، موتوسيكل واحد اللي ماشي قدامك، وتقريبا قمة السلبية، تطلب موتوسيكل تاني مفيش. يوم المباراة موتوسيكل واحد يأمن أتوبيس منتخب مصر والمسؤولين والإعلاميين ومجلس الاتحاد. لا، والدنيا زحمة جدا 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 بشكل غير مسبوق، شارع واحد يعني رايح جاي. دخول المطار في أول ما وصلنا، شفت أنتوا متصورين كل حاجة، مراسلينكم مصورين كل حاجات جات لكم، قمة الفوضى جوه المطار، قمة التعطيل وقمة كل حاجة. يوم المباراة بقى بتلف حوالين نفسك وبتضرب بالطوب، ويقول لك هل اتوبيس في ماتش نهائي يوصل كاس عالم مش عارف الباب فين، يقولوا لا الباب ده، لا الباب ده، لا الباب ده، لا الباب ده. وبعدين عشان تلف على الجمهور وتتضرب بالطوب، انزل لتحت اقفل الستاير وتروح متاخر على المباراه، تطلب تاجيل المباراه نص ساعه، المراقب يتخانق مع المراقب بشكل كبير، خناقه شوارع يعني. وبعدين يصمم انه لا، ما فيش غير كده. اول ما تنزل التسخين الشناوي بيضرب اول حاجه، انا روحت الحكم اللي اسمه مصطفى ده، طبعا قمه التواطؤ كبير جدا. لأن انا ماليش دعوه بالموضوع ده، قلت له ده احنا لسه في التسخين، امال هنعمل ايه لما نبتدي الماتش؟ قال لا لا انا مش ده، قلت له احنا لسه، راح جات لعيبه من السنغال الاحتياطي وهي بتسخن، راحت للجمهور تقف معاه، وابتدى بقى وانت داخل رامي ازاز ميه وانت طالع رامي ازاز ميه والليزر. الحاجه المهمه الكبيره جدا اللي هي فضيحه للفيفا واللي لازم يعني تركزوا عليها سيف، انا شفت امبارح انتوا يعني مشكورين مع عاملين الحاجه بشكل كويس، لازم نشكر المسؤولين على الاعلام بصراحه، بتظهروا وتجيبوا كل الفيديوهات بشكل امين للناس، بس في حاجه مهمه جدا لازم تظهر للناس. اتحاد الكوره سيف ما لقولوش مكان يقعد الساده الافاضل، ما قعدوش في المقصور، قعدوا جنبنا. انت عمرك شفت تنظيم مباراه جنبكم فين يا كابتن؟ على دكه البدلاء؟ قاعدين جنبينا على طول. جنبينا في الملعب تحت، في الملعب تحت في التراك. ازاي ما حدش يظهر ده؟ دي فضيحه يعني، دي فضيحه للاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي والمنظمين وكل حاجه، يعني قله ذوق، قله ذوق وفضيحه. طيب ازاي المراقب اساسا اللي بيجي يطلعنا احنا من على الدكه يجي يعد
الحكم الرابع اللي يجي يعد اكتر من 8 يقول لك لازم يطلع بره. ازاي والناس دي اساسا مش ما لهمش علاقه دول البورد بتاعنا اعضاء مجلس الاداره قاعدين جنبينا عشان ما لقوش مكان فوق في المدرج. انت متخيل انا جبت بتاع الامن بتاعنا بنشكر طبعا الدوله بعت لنا الامن وقفته جنبي اللي الناس بتتكلم عليه الراجل المحترم ده، المراقب جاي يقول لي ده شتمت المراقب شتمته واتخانقت معاه قلت له هيقف غصب عنك لو عايز تعمل حاجه وقف الماتش، لف وسابني ومشي عشان هي فوضى. انت واخد بالك فوضى في الملعب فوضى. فلا الموضوع مرتب طبعا مرتب بشكل انه لازم هيتعمل كذا ولازم هنتقابل بشتيمه وهنتقابل بليزر وهنتقابل برمي ازايز وان اعضاء مجلس الاداره ما يقعدوش في طب انتوا بتغلسوا علينا في الماتش ده المفروض كرم الضيافه دول اعضاء مجلس الاداره كرم الضيافه كرم الضيافه يا كابتن ده بعتين جواب شكر بعد المباراه اللي هنا على التنظيم أنا وعلى عارف اللي هم شافوه انا عارف اللي حصل هنا ايه انا عارف اللي حصل هنا انا عارف انه قمه الادب والاحترام والتعامل ده العادي احنا بنعمله في كل استقبالاتنا في المباريات الكبيره صح لكن على الاقل انت كاتحاد سنغالي رحت زرت الاتحاد الكره المصري قبل الماتش عشان تطمن على الترتيبات ما تقعدش الناس اعضاء مجلس الاداره في المقصوره عيب 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 وعيب ولا تنظيم ولا فدي قصه صعبه جدا والامور كانت صعبه جدا بشكل كبير. ما يخص يا كابتن محمد صلاح تقول للناس ايه وتقول لصلاح ايه؟ لا صلاح احنا على طول بناخد وبندي لكن في النهايه عايز اقول انه قيمه صلاح كبيره جدا والحاجات اللي بتحصل مع صلاح بتبقى مقصوده وبتبقى مقصوده من جهات معينه ومن حاجات معينه لكن انا عايز جمهورنا الجمهور المصري اللي هو عارف قيمة صلاح وعارف قد ايه ان صلاح خد بالك اللي عمل الثورة بتاعت المخالفات شوف شوف الصحافة الأجنبية كتبت قد ايه على الليزر لحد النهاردة بتكتب الصحافة الأجنبية والعالمية على الليزر وعلى اللي تعرض له صلاح متمثل لأنه عنصر مهم وعلى رأس قيادة المنتخب المصري بس فلازم يا جماعه القيمه الكبيره اللي عندنا لازم نعرفها ونعرف قيمتها ولازم ولازم ما نحطش الياس ونحط الزهق في شخص صلاح، صلاح قيمه كبيره بالنسبه لنا وقيمه كبيره بالنسبه لمنتخب مصر وهو عارف الكلام ده وبنقوله كل يوم. اتكلمت معاه بعد المباراه كابتن؟ اه طبعا. طبعا كل الامور كويسه والحمد لله دخل في اللي هو زعلان طبعا الامور بالنسبه له كانت صعبه لكن الحمد لله هل عنده اي فكره يا كابتن راودو ان هو يعني ما يعتزل دولي وما يكونش موجود مع المنتخب ولا دي مجرد يعني لحظات الناس ترجمتها غلط؟ لا لا هو لا هو بيشكر اللعيبه يعني على اساس انه موجود او مش موجود لكن هو يعني لا عارف المواعيد امتى وان شاء الله في شهر 6 يكون موجود وان شاء الله تصفيات يكون موجود وكل حاجه وعارف ده يعني كويس جدا. امور الحقيقه صعبه بس هو يعني ياما الحقيقه ادى المنتخب واكيد لحظات وهيدي ان شاء الله لسه ان شاء الله باذن الله يعني يبقى اللي جاي افضل. وتتوقع كابتن ان علاقه صلاح بمانيت يعني تبقى كده فيها فتور؟ هما بيعرفوا هو بيعرف يشتغل احترافيه اكتر من ال بس هو في الاخر بني ادم يا كابتن يعني موقف الاخر طبعًا اكيد زعله وضايقه انت طبعًا. انت بتحضني في كل المواقف وانت هنا في بلدي وبتتكرم ولا حتى رفعت ايدك للجمهور انه يسكت ولا 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 الكلام ده موقف الحقيقه صعب يعني ما اعرفش ايه اللي ممكن هيحصل فيها لكن انا عارف دماغ صلاح دماغ صلاح ان الموضوع والامور امرها ما هترجع عشان انا عارف كمان دماغ صلاح انا شفته وهو بيسلم عليه وهو خارج وعنده حق مليون في الميه يعني ما انا ما اقدرش اثبت ده عشان ما تاخدش عني انا بسم الله ما اقدرش انا اللي يهمني صلاح
لا انا فاهم يا كابتن، بس انا قصدي ان صلاح يجيد الاحترافيه، يجيد ان هو يتعامل مع لاعب باحترافيه، ولكن يبقى اللي في القلب في القلب، يعني انا بتعامل معاك رسمي يعني. مواقف، المواقف مع الاحتراف ما فيهوش مواقف، الاحتراف فيه مواقف، هو احترافيه ما فيهاش مواقف صداقه ومواقف، ازاي انت في الموقف الصعب عملت ايه وما عملتش ايه، وان انا ضيف عندك عملت ايه، وانت لما كنت ضيف عندي انا عملت ايه. لا ما هي دي احترافيه. كنت تتوقع موقف ماني هناك في السنغال يبقى بالشكل ده؟ لا ولا اتوقع السنغال كلها، يعني هنقول جمهور السنغال عشان ما نقولش صح، لكن هي السنغال كلها قمه العنصريه وقمه التنمر وقمه كل حاجه، قمه كل حاجه اتعملت، كل حاجه وحشه يعني اتعملت. ان شاء الله اللي جاي افضل يا كابتن، ان شاء الله. بشكرك كابتن ضياء، وان شاء الله باذن الله اتمنى لحضرتك كل التوفيق وكل صحه حضرتك. طيب اشكرك شكرا جزيلا كابتن ضياء السيد، المدرب العام لمنتخبنا الوطني في اول ظهور ليه، في اول حديث لمكان